وفي يوم من الأيام جي شدوا اللي جام جينجر بيجان تو كيك سو هارد. يبقى السؤال عندي يا مستر هاو واز ذا كيك سو هارد، ولسه الراجل جاي بيشد اللجام وراحت جينجر بتقول له تسمح لي بالرفصه دي ويزري بيه وراحت مدياله على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم طلابي حبايبي طلاب الصف الثالث الاعدادي في الفيديو المنتظر فيديو القصه. طلاب كتير مستنيين مني ان انا اشرح ستوري بتاعه الترم الثاني، لان الحمد لله رب العالمين حققت نجاح رهيب في الترم الاول. الحمد لله الترم الاولاني شرحنا الستوري بطريقه رائعه صوت وصوره، والناس فهمت كويس جدا وعرفت تحل عليها في اي سؤال وقف قصادهم. طيب الترم الثاني بقى يا مستر السؤال بيجي ازاي؟ السؤال قلنا هيجي كريتيكال ثينكينج تفكير نقدي. طب يا مستر ازاي نحل السؤال ده؟ السؤال ده بسيط خالص طالما انت فاهم الستوري وحافظ كلمات الستوري هيبقى الموضوع سهل معاك وبسيط. طيب تعال نبتدي بقى مع بعض ان شاء الله شرح تشابتر 4. تشابتر 4 اسمه نيو اونرز. نيو اونرز يعني ملاك جدد. ركز معايا في الستوري، احنا اتفقنا ان احنا في تشابتر 1 كانوا هم قاعدين في مكان اسمه بيرتويك بارك. بيرتويك بارك كانوا قاعدين مع راجل اسمه سكواير جوردون. طب سكواير جوردون ده بعد ما مراته تعبت بدا ان هو يبيع الحصينه، طب هم لمين؟ لواحد اسمه ايرل سمايز. ايرل سمايز ده قاعد في حته اسمها ايرلشال بارك. السؤال الاولاني بيقول لي ان وات ويز، الى اي مدى ايرلشال بارك واز بيتر ذان، افضل من بيرتويك بارك، انهي الاحسن؟ بيرتويك بارك اللي كان قاعد فيه ولا ايرلشال بارك؟ مستر انا لاحظت ان انت بتشاور صغير وكبير، يبقى المكان الثاني ده اكبر. اكسلنت، يبقى الشاطر يقول لي ايرلشال بارك واز ماتش بيجر ذان، اكبر من بيرتويك بارك and more modern، واحدث منه. يبقى ركز معايا ايه الفرق بينهم، اكبر منه احدث منه. it was bigger and more modern، احفظ it was bigger and more modern، اكبر منه احدث منه. طيب حلو قوي. طب المكان ده كان قاعدين مع واحد اسمه سكوير جوردون، لما اتنقلوا لايرلشال بارك الراجل اللي اشتراهم اسمه ايرل سمايز، وخلي بالك ان ايرل ده لقب ايرل سمايز. طيب ايرل سمايز يبقى مراته اسمها ليدي سمايز، طيب او ممكن عليه ايرل سمايز وايف، تمام. طيب عنده بنت اسمها ليدي ان، اسمها ايه يا شباب؟ ليدي ان. طب وعنده هيلبر مساعد اسمه يورك، ركز معايا الراجل اسمه ايرل سمايز، مراته اسمها ليدي سمايز، طب بنته اسمها ليدي ان، المساعد بتاعه يورك. طيب حلو قوي. اول حاجه بيقول لي طيب ايرل سمايز، خلاص الراجل ده هو صاحب المكان. قلنا ليدي سمايز او ايرل سمايزز وايف مراته كانت بتحب بلاك بيوتي، وليدي ان برضو بتحب بلاك بيوتي. How was black beauty popular؟ popular يعني محبوب. ازاي كان محبوب في العيلة دي؟ تقول لي كده ان ليدي سمايز او ايرل سمايز وايف يوزد هيم، كانت بتستخدمه تو بول كارجز. تو بول كارجز يعني يسحب العربيات. خلي بالك معايا، يركب الحصان رايد، لكن يسحب قلنا بول. لو انا بسوق الحصان درايف يبقى انا راكب جوه العربية خلاص وبسوق الحصان. طيب لو راكب على الحصان ده تقول عليه رايد، في فرق بين رايد ودرايف. طيب يبقى تاني، يبقى ايرل سمايزز وايف يوزد هيم، بتستخدمه ليه؟ تو بول كارجز. تو بول كارجز، طيب حلو قوي. وليدي ان، ليدي ان لايكد تو رايد بلاك اراوند ذا بارك. ليدي ان لايكد تو رايد بلاك، بتحب تركب بلاك اراوند ذا بارك، حول الحديقه. هي اند كازنز، هير كازنز ولاد عمها، وكمان في حصان تاني بيركبوه اسمه ليزي. يبقى تركب بلاك بيوتي، ولاد عمها بيركبوا جينجر وليزي. حلو قوي. طيب ركز بقى معايا، هما قاعدين فين؟ في ايرلشال بارك. بنته بتحب تركب بلاك، مراته بتحب تستخدم بلاك ان هو يسحب العربيه. حلو قوي. قال لي مراته بقى بتحب حاجه اسمها ذا ليتست فاشن، احدث صيحات الموضه. خلي بالك معايا ذا ليتست فاشن، الموضه. طيب يا مستر معلش، الست دي سيلفش انانيه، الست دي مروشه بالموضه، بتحب الموضه. طيب يا مستر الموضه بالنسبه لحصينها ايه؟ كانك انت عندك عربيه او توك توك بتلاقي تكتب عليه جمل كده وبتظبط التوك. طب دي هتكتب ايه؟ هتكتب حاجه يعني على الحصان يا مستر؟ هي انت اللي هناك انا سايق قبلك؟ لا وحشه طبعا. طيب هتكتب ايه يا مستر؟ قال لك لا ده هتجيب له حاجه اسمها سبيشال رينز. سبيشال رينز يا مستر يعني لجام خاص. لجام خاص، اللجام الخاص ده بيتحط على دماغ الحصان تو ميك، عشان يجعل ذير هيتس دماغهم هاير اعلى.
يبقى يا مستر بتجيب له لجام خاص. اللجام ده اللي هو يا شباب اسمه رينز، بيتحكم في دماغ الحصان. يعني كانك انت مركب رقبه فدماغك عامله كده. طب هي عايزه ايه؟ عايزه ان دماغه تبقى مرفوعه كده، كانه يعني مش ماشي كده تعبان، لا عايزه دماغه كده. طيب وبعدين الحصان كده يا مستر بيشعر بايه؟ ها uncomfortable. يبقى الشاطر اللي يقول لي ها وير ذا رينز، كيف كانت الرينز؟ تقول لي كده they were uncomfortable. they were uncomfortable يعني مش مريحه بالنسبه لهم. جينجر اتخنقت وبلاك بيوت اتخنق. طب يا مستر المفروض ان هم they should stop working، يتوقفوا عن العمل المفروض، ولكن هم كملوا. ولكن جينجر بدات تتخنق. الست كل يوم الست دي تعمل ايه؟ tighten the rings little more. tighten يعني تشد، تشد اللجام اعلى فدماغهم تترفع، تشد اللجام اعلى دماغهم ترتفع. فخلاص بالنسبه لهم it was difficult، كان صعب جدا to go up a hill، ان هم يطلعوا تل. يجي يطلع تل هيقع. طب هيروح فين يا مستر؟ قال لي خلي بالك معايا بقى. فبداوا يتخنقوا هما الاثنين من اللجام ده. كل يوم الست تقول لهم شدوا اللجام، تصحى تنام تشد اللجام. ايه ده؟ كل شويه تايتن ذا رينز ليتل مور. فاتخانقوا منها. ولكن جينجر قال بقى ايه؟ والله انا شايف ان دول زي ار جود بيبل، ان الناس دي كويسه، ولكن لو ما بيشدوش اللجام. فبدات تقول لبلاك بيوتي المره الجايه ات ويل بي ترابل. ات ويل بي ترابل يعني هيبقى في ترابل، يعني مشكله. الست دي لو شدت اللجام تاني هتزعل. وفي يوم من الايام جه يشدوا اللجام، جينجر بيجان تو كيك سو هارد. تاني يا مستر ركز معايا، بلاك بيوتي بقول لك ايه يا بابلوكتي يا حبيب قلبي؟ ايه يا حبيبتي في ايه؟ قلت له خلي بالك ان الناس دي they are good people، ناس كويسه، ولكن لو ما شدوش اللجام، انت عارف لو شدوا اللجام المره الجايه هيحصل ايه؟ it will be trouble، انا هزعلها، هيبقى في مشكله. ايه دي يا جيجي يا روح قلبي؟ لا مش ههدى. وفي يوم من الايام جه يشدوا اللجام، جينجر بيجان تو كيك سو هارد. How was the kick؟ كيف كانت الرفسة؟ So hard. الراجل لسه جاي يشد اللجام ويعلي دماغهم أعلى. طب تعالى لي بقى يا حبيبي جينجر مستحلفاله، ها تعالى بقى يا حبيبي تسمح لي بالرفسة دي. وزيري بيو راحت رفصاه، وراحت رفصة بلاك بيوتي كمان، هوب الاتنين وقعوا على الأرض. هنا حصل accident، حادثة. ايه مستر اللي حصل لهم؟ They fell on the ground، سقطوا على الأرض. فبدا نيويورك والمساعدين يجروا عشان يعملوا كات اوف، يفصلوا العربيه، يفصلوا الكات اوف ذا كارج، يفصلوهم عن العربيه. ليه يا مستر؟ عشان ذا ووندس، الجروح بيكام وورس، تصبح اسوا، هتعوروا اكتر. فبدا يفصلهم عن العربيه، وبعدين بدا يحطوهم هما الاثنين في فيلد حقل تو ريكفر عشان يشفوا. فبدأوا ان هم مقضيها they spent their time chatting، مضينها رغي بقى، قعدوا يرغوا مع بعض كده جوه الايه؟ جوه الحقل. فجي الراجل اللي هو اسمه ايرل سمايز بيكلم يورك. ايه يا يورك؟ في ايه؟ الحصانه دي هتطول كده كده عشان يقعدوا ريكفر يشفوا ويتعالجوا؟ هيقعدوا كتير، مش هيقدروا ان هم بول ذا كارج يسحبوا العربيات ويشتغلوا؟ قال له لا يا سيدي، نو سير، they couldn't pull the carriage، مش هيعرفوا يسحبوا العربية. قال له خلاص we must sell them، أنا صارف دم قلبي على الحصينة دي، لو مش هيعرفوا إن هم يسحبوا العربية لازم نبيعهم. شوف لحد يا باشا. جينجر أعتقد إن هي هتجيب فلوس تعبانة، فلوس قليلة. ليه أعتقد كده يا شباب؟ because جينجر was badly hurt، اتأذت جامد. her knees، ركبها خلاص بدأت ان هي damaged، we're damaged، اتدمرت. لكن جينجر جينجر جايب فلوس قليله، ولكن بلاك هيجيب فلوس اعلى، فبيع بلاك وبيع جينجر لاي حد. فعلا فيورك قال له I know a man، انا عارف راجل in Bath، في مدينه اسمها Bath، خلاص هو hired horses، بيأجر حصنه خلاص للناس، هو هيشتري الحصان بتاعنا ويأجره. قال له خلاص بيعه له. فبلاك بيوتي ودع جينجر. How did Ginger feel؟ كيف شعرت؟ تقول لي she felt unhappy، بعدم السعاده، ساد بالحزن طبعا. مع السلامه بابلوكتي، مع السلامه جينجر. وبدأ ان هو يركب ترين، وكانت اول تجربه لي، ولكن it was not bad، مش وحشه يعني بالنسبه له.
نزل المنطقة اللي اسمها باص واتباع، يورك باعه لراجل، الراجل ده هاير هورسز بيأجر حصنة للناس. طب خلي بالك معايا بقى، أنا عندي محل موتوسيكلات أو عربيات، بطلع موتوسيكل كل يوم للناس بتيجي تأجره، السواقين اللي جايين لي هم ما عندهمش موتوسيكلات، ما بيعملوش مور براكتس، ممارسة كتير، هم ما عندهمش حاجة، هم بس جايين ممكن يتعلموا عندي، فمعظمهم وحشين، ده الطبيعي. طيب حلو قوي، معنى كده يا مستر إن اللي كانوا بيأجروا الحصنة في منهم باد درايفرز وجود درايفرز، سواقين كويسين وسواقين وحشين. طب السواقين الكويسين دول عارفين ماشي، طب السواقين الوحشين دول هيعملوا في الحصان؟ يعني هيخبطوا الحصان؟ قال لك لا، بلاك بيوتي بدأ دايما يروح مع السواقين الوحشين. ليه؟ لان هو الراجل اللي بيأجر الحصان ده عارف ان بلاك بيهيفد ويل، بيتصرف كويس، عشان كده ودى بلاك بيوتي ليه. فبلاك بيوتي يقول لك ان one of them، واحد منهم tighten the reins so hard، يشد اللي جام جامد لدرجة ان هو hurt his mouse، اذى عور بقه، واحد شدد اللي جام جامد فمش عارف يتحرك، واحد تاني خلاص سايب اللي جاب. فبلاك بيوتي didn't know what to do، مش عارف يعمل ايه، انا رايح فين. واحد تالت لما ستون يعني ايه حجر دخل on its foot، في رجله، he couldn't ايه run، مش عارف يجري، فالراجل راح complained، اشتكى complained، احفظ الكلمات، ها افهم واحفظ الكلمات، complained اشتكى للراجل وقالوا ان الحصان ده ما بيجريش. مستر طب كلهم وحشين؟ لا، في واحد كويس جه اشتراه، حس عليه بلطف كده وعجبه بلاك بيوتي قوي، الراجل ده اسمه مستر باري، شغل ايه؟ بزنس مان. هو هاد ليتل اكسرسايز، ما بيتمرنش كتير. هيز دكتور، الدكتور بتاعه ادفايزد هيم تو رايد ا هورس، نصحه يركب حصان، تو كيب هيم هيلثي، عشان يبقى صحي. فقال له اركب حصان، اتمرن شويه. قال له حاضر. فالراجل راجل بزنس مان، هي didn't know much، ما يعرفش كتير about horses، عن الحصان، فبدا عجبه بلاك اشتراه، خلص فيه تعال. مستر باري ده عنده واحد بيساعده، راجل بزنس مان غني، عنده واحد بيساعده اسمه فيلتشر. يبقى الراجل اسمه ايه؟ مستر باري. اسمه ايه؟ مستر باري. شغل ايه؟ بزنس مان، وعنده مساعد اسمه فيلتشر. حلو قوي. مستر باري ده جه ومسلم كل حاجة لفيلتشر، he didn't know much about horses، معرفش عن الحصان، أكل وشرب بلاك بيوتي على مين؟ على فيلتشر، مديله فلوسه طبعا ويجيب الأكل. مرة واحدة بلاك بيوتي بدأ إن هو يبقى ويك، ضعيف، إيه ده؟ لا لا لا، إيه يا فيلتشر؟ مال بلاك بيوتي؟ مال الحصان ده؟ إيه اللي حصل له؟ أنا كنت جايبه كويس. قال له الحصان ده بيبقوا الحصنة كده in autumn، في الخريف. قال له خلاص ماشي. He believed him، صدقوا. السؤال why do you think، ليه تعتقد he believed him؟ تقول لي يا مستر because he was a businessman and he didn't know much about horses، هو راجل بزنس مان ما يعرفش حاجة عن الحصان فصدقوا. قال له ماشي، يعني الحصان بتبقى كده في فصل الخريف ماشي. ولكن في يوم من الأيام مستر باري بيزور his friend، صديقه فارمر، فلاح. اول ما شافه راجل فلاح قراري بقى، فاهم كل حاجه، فاهم ازاي؟ ازيك يا مستر باري، عامل ايه، اخبارك، ها عامل ايه، مال الحصان بتاعك كده ضعيف كده وخاس ليه كده؟ قال له والله فيلتشر بيقول لي ان الحصان بيبقى كده في الخريف. قال له يا جدع ده كلام، ده خريف. واتش يور هيلبر، راقب المساعد بتاعك. خلي بالك ان في ناس بتسرق الاكل ايفن حتى من الحيوان. الله، يعني انت رايك ايه؟ اديله جود فود وهتلاقيه 10 10، هتلاقيه زي الفل. قال له حاضر. بدا فعلا واتش هيز هيلبر، يراقب المساعد بتاعه، وهوب اكتشف ان فيلتشر ووز اثيف، حرامي، هي ستول بلاك بيوتيز فود، بياخد اكل بلاك بيوتي اند جيف ات تو هيز رابيتس، مديه للارانب بتاعته، امه اسرته مربيه شويه ارانب فوق السطح، فبياخد الاكل ويسرقه من بلاك بيوتي ويديه للارانب. امسك حرامي. هي كولد ذا بوليس، اتصل بالبوليس، جه اند ارستد هيم، قبض عليه وده البريزون، السجن. طيب حلو قوي، التجربه دي تجربه وحشه جدا لمستر باري، هو اصلا ما فهمش في الحصنه، فقال لك بقى خلاص بقى انا كده مش هفهم فيه، فانا بقى والمساعد بتاعي حبسته خلاص، لان هو هي واز ذا ثيف. دو يو ثينك، هل تعتقد هي فيلتشر ديزيرفد، يستحق تو بي ارستد، يتقبض عليه؟ تقول لي يس، بيكوز هي ستول بلاك بيوتيز فود اند جيف ات تو هيز رابتس، سرق بلاك اكل بلاك بيوتي واداه للارانب بتاعته. راح السجن. بعد ما راح السجن يا شباب، مستر باري بدا ان هو يشعر بباد،
خلاص، وقال لك بس انا هبيع الحصان ده، نزل الماركت السوق عشان يبيع بالعيك بيوتي. ما هو راجل ما يعرفش بقى ولا واحد هنا بيأجر، نزل الماركت السوق. طبعا لما نيجي نروح زي سوق العربيات كده بنلاقي هنا جزء كويس عربيات حديثه وهنا عربيات تعبان. فقال لك برضو هنا برضو في حصنة سترونج قويه، ها لوكينج سترونج تبدو عليها القوه كده، وفي حصنة تاني ويك ضعيفه اولد عجوزه. قال لك يا رب ما اقف مع دول، طبعا اللي هيشتريهم هيبقى كحيان، انا عايز اقف مع السترونج مع الاقويه. وفعلا وقف مع الحصينه الاقويه. طيب كل اللي بيجي انت عشان تيجي تشتري عربيه بتفتح الكبوت وتكشف على العربيه والكلام ده، طب اللي يجي يكشف على الحصان هيعمل ايه؟ تلات حاجات: open his mouth، ها looked in his eyes and felt his skin. open his mouth يفتح بقه يبص على بقه، looked in his eyes يبص في عينه، وبعدين and felt his skin ويحسس على جلده. كل يجي يبص على knees، his knees يعني ركبه، وير دامجت كانت متدمره، كانت مأذيه شويه من ساعه الفول الوقع الاكسيدنت اللي حصلت مع جينجر. فكل لما يجي يبص كده كان كرول السين يخبطوا فيها جامد، كان واحد زميلك مجبس ايده فنزل ها بتوجعك دي، حاجه هتبقى حاجه مستفزه يعني. وبعدين قال لك بعد كده لحد ما جه واحد فيلت هيز سكن جنتلي، حاسس بلطف softly بنعومه. الله يا راجل يا رب الراجل ده يشتريني، اتمنى ان الراجل ده يشتري. وفعلا الراجل اشتراه. دفع قد ايه يا مستر؟ هي بيد، دفع 24 باوندز 24 جنيه. تقول له مستر 24 جنيه؟ لا 24 جنيه في الوقت ده، 24 جنيه استرليني في الوقت ده ممكن يساوي ربع مليون جنيه. حصانه كانت غاليه وكانت امبورتنت مهمه جدا. طب يا مستر الراجل اللي اشتراه، الراجل الجنتل ده اسمه ايه؟ شغال ايه؟ ده لو عايزين تعرفوه يبقى انتظر الفيديو الجاي ان شاء الله في تشابتر 5. تشابتر 5 هتعرف كل حاجه عن الراجل ده وبلاك بيوتي هيتعامل ازاي، يا ترى هيبقى كويس ولا هيبقى وحش، هيتعامل معاه الراجل ده بطريقه كويسه ولا بطريقه وحشه. كل ده لو عايزين تعرفوه ان شاء الله انتظروا فيديو تشابتر 5. ما تنساش لو عجبك الفيديو تقدر المجهود وتنزل تعمل لايك وتشترك وتعمل شير للفيديو ده. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.